سنة 97 كنتي تعرضين على أحد المسرحيات ووقعتي على المسرح. وقعت على المسرح، هاي مسرحية خمسة أصوات. أي خمسة أصوات للمخرج محمود أبو العباس، حياتنا إلى يا ربي يقوم بالسلامة والله يرحمه عبد الخالق المختار. نعم. يعني وياني كممثل أستاذ محمود مخرج وممثل. فعندي مشهد أخذ في عبد الخالق المختار أقوده ونمشي ظهرنا للناس. فتخيل وقعت من ظهري هيك للجمهور، من وقعت هيك رجلي خمشت لابسة فستان لابسة كعب هيك منبل. بس اللي سترني شنو؟ الشخصية مالتي بالمسرحية لابسة بجامة بجداشة روب عباية كل شيء مبين. أنا فشلت كلها قام صحوا. لا بس الحمد لله يعني مرت على خير. الوقعة المسرح؟ الوقعة الوحيدة هاي؟ الوقعة الوحيدة يعني أبد ما واقعة. ومرة زحلقت هاي عادي تلافيت كأنه بالمشهد أثناء المشهد بس هاي لا فضيحة طبعاً. وابني من الناس همين كان صغيروني عنوني همين ضحك علي. زين.